يعني رأيكم في طريقة الترشح سيد عبد العزيز بوتفليقة طريقة خصوصاً أنه يعني لم يتقدم هو في الملف هذه كأولى وحتى مبادرة يعني رسالة اللي قدمها. أنا لكل حال حديث عن الترشيح ترشحت أوه طيب مش متفهم يعني يعني اليوم جيت تقول لنا بلي عدلت على ترشح كم ما ترشح لماذا؟ ما هي هذه مفاجأة كيف الدستور يعني اليوم 71 ألف توقيع والله نعم اسمح لي فيما يتعلق اسمح لي سبب قدومك اليوم الى مجلس الدستور في هذا الظرف واش الرساله حبيت توصلها كي جيت لمجلس الدستور الشيء المهم في هذا الظرف ندعو الشباب والاعلاميين وكل المواطن المخلص المساهم نعم يعني يعني مفاجأة من العيار الثقيل سيد سعيد بوحجة يعلن انسحابه من الترشح للمنافسة على الرئاسيات نعتذر يعني منعنا من هذا الباب نحن نجربه في الباب الثاني يعني منع الصحفي من خرج من الباب اللي خرج منه سعيد بوحجة مفاجأة سعيد بوحجة ما جاش باش يقدم ملف ترشح لكن جاب شي يعني ما جاش